ايوه يا باشا موجود عندي في المحل. بيشتغل محامي ومربي سكسوكه. عيب يا باشا، هو انا اول مره يعني يا باشا. بس يلا بقى يا مرشدي، السرغه هتنشف. طب بالاذن يا باشا كده، علشان الزبون استعوالي. يلا سلام سلام. لا مؤاخذه، كنت بكلم خالي. لا ما حصلش حاجه. مساء الخير. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ده ايه النور ده كله؟ الله يخليك نعيما مقدما يا اخ. الله ينعم عليك. الله يخليك، نورتنا يا باشا والله. مقابلتك حلوه ومحلك جميل، ربنا يبارك يا رب. ربنا يخليك. اشكرك اشكرك. لا والله ده انا مش مصدق نفسي. ليه ليه ليه؟ انا حاسس اني بحلم. انت ما بيجيلكش زباين ولا ايه؟ لا لا، بالنظافه دي ما بيجيليش. حبيبي حبيبي. ممكن تتفضل معانا من غير شوشره؟ ممكن البس هدومي؟ لا انا عايزك بملايه، عايزك متلبس. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مرشدي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي في مشاكل ولا حاجه؟ لا لا مفيش حاجه، ده البوليس وياخد واحد كده كنت ارشدت عنه. انت اللي مبلغ عنه؟ ايوه. ربنا يديك الصحه. نورت يا باشا. شكرا. خلينا في موضوعنا بقى. انا مش مصدق نفسي. الله يخليك. شعر ولا دقن؟ لا ان شاء الله ستر. ستر؟ بقالي فتره اسبوعين ما حلقتوش، مش قادر اقول لك، مش عارف اقفل القميص، فعايزك تهندمه لي كده لو تكرمت. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا عمري ما شفت كده قبل كده. ولا هتشوف، ولا أنت تقريبا. ده يعني إحنا تقريبا العيلة الوحيدة على مستوى العالم اللي ربنا أكرمنا بالموضوع. مش أنت الوحيد اللي كده؟ لا لا لا، العيلة كلها. العيلة كلها كده؟ بس مختلف الحقيقة، يعني كل واحد هو نصيبه بقى يطلع له الشعر فين. يعني عندك أبويا الله يرحمه كان بيطلع له في كورة هنا كده، يعني فتلاقيه يمشي عارف. بتفيده برضه في الحر، يعني ربنا بيبلي وبي الحمد لله الحمد لله. اخواتي البنات تقريبا قرع بس ماشي. لا بيجيبوا بقى وبوريك ولا حاجه، بنوفر لهم احنا، تاخد من اخوها من عمها من عارف حاجات كده. الحمد لله. بس انت كده يا باشا هتتحسد. والله انت، والله انت راجل طيب. انا محسود اوريدي مش بتحسد. مش قادر اقول لك كل نجوم المجتمع، خدها عندك. فنانين، مطربين، لعيبه كوره، فريق السكواش ابتدوا يكلموني، بتعمل الشعر ده ازاي؟ يا جماعه احلف لهم والله ما بايدي، محدش بيصدق، بس الحمد لله ربنا يحفظنا. انا عايزك بس يعني ايه تفرده لي فرده بالسشوار لحد قبل السره بقرتين عشان اللوست ارجوك. انا الاثنين يا باشا. انت راجل طيب وانا حبيتك. انا مش عارف ابدا منين بس. لا يعني لا لا، تبدا ايه؟ اوعى تعمل كده. لا لا، ده ما تحطش عليه مكان، ده اثار، اعتبره اثر من الاثار. يعني هو بايدك ويا دوب انا ابقى معاك كمان. الله يخليك. طب يا باشا تحت امرك يعني. انا اللي تحت امرك. بس معلش يعني قبل ما افكر هبدا منين. هعمل مكالمه صغيره. انا مستعجل اطمن على الحاج عشان خاطري، اصل هي تعبانه شويه. معلش الامهات كلهم بيتعبوا وبيبقوا كويسين. دقيقه واحده ارجوك، هتعطلني كده. ايوه يا باشا لقيته. ايه ده؟ شعر صدر كبير قوي يا باشا. ده انت هتلاقي معجزه، حاجه عظيمه. تعالى بس ما تتاخروش، وحياه النبي ما تتاخر. ها؟ لا لا بقول لك، بس يا ريت، انا نفسي اتصور معاه والله. بس بس ماشي يا باشا. اتصور معاه بس اكمل بس. ماشي ماشي يا باشا. لا يا باشا، ما انا عمري اتاخرت عنك ولا كتبت عليك في حاجه. موجود والله. هات انا اقول له، هات انا اقول له. انا موجود يا فندم. انا موجود. لا لا، الراجل ده مش كذاب. اوكي اتفضل اتفضل. شكرا على التعاون الجميل ده. انت بلغت عني صح؟ انا بص، الفكره عجباني، حلاق ومرشد وبيرشد عن زباينه. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل مين بعد كده؟ اهو بيقبضوني كويس. ربنا يديك الصحه. هنعمل ايه؟ المحلات دي ما بقتش تاكل عيش. طب ما تيجي شويه كده قبل البوليس يجي. كله بقى يقول لك بيوتي سنتر مش عارف ايه. خربوا بيتك. خربوا بيت، الله يخرب بيوتك. معلش اتفضل، ده لسه حسابك عند ربنا. استنى تعالى. اتفضل يا باشا. اتفضل اتفضل اتفضل. قبل ما يتوبوا علينا يا باشا. انا مش عارف ابدا بايه ولا ايه، مش عارف مقص ولا مك. يا سلام، ايه يا الفكاكه دي يا غبي؟ ما انت لسه قايل لي انت عبيط ولا ايه؟ يا حضر الظابط، انا اللي قلت لك انا جنبه، مش حضرتك جاي تقبض عليا؟ ايوه. امال ايه الحركات الاونطه دي بقى؟ مرشد وخايب وخاين، ده انت رهيب رهيب. انا تحت امرك يا فندم. طب يلا بينا بقى عشان ميعاد الاسم. لا لا لا، تحت امرك، مع السلامه. بص رغم ان انت يعني بشع، لكن الفكره عجباني، الفكره عجباني. عشان انت مش مرشد بس، مرشد غبي كمان. هتحلق من اخواتك بعد كده. جاتك خير يا باشا. اتفضل يا فندم. ربنا يخليك. اتفضل يا فندم. يا سلام. اهلا وسهلا، اهلا، اتفضل يا باشا. يا باشا تشرب قهوه يا باشا عشان تهدأ اعصابك يا باشا. مش عايز قهوه، انا عايزك تجيب لي الواد اللي بره ده، ليا شوق كده اشرب من دمه.
نفسي اسالك سؤال يا باشا، ممكن تديني الشرف ده يا باشا؟ طبعا اديك. اسال يا محمد، اسال. ليه يا باشا المتهم ده بالذات حطه في دماغ سعادتك يا باشا؟ بصراحه يا محمد انا متعقد من الواد ده. متعقد منه؟ بص يا محمد، هو ده السبب الرئيسي يا محمد. ما عنديش ولا شعراية في صدري. انا اجرودي، اجرودي. انا ايه؟ اجرودي. اخلص يا محمد، انا بس اللي اقول اجرودي. حاضر يا باشا. بصراحة دلوقتي انا بردع. ثواني. سرعة. ثواني يا باشا. خش يلا. اقعد. اهلا يا عسل. منور. تشك. هات لي عيال الطلبه اللي بره بسرعه. امرك يا باشا. خش انت. هو طلب يا باشا. يا فندم أرجوك، أنا بتأذي، سوري يعني. إيه يا حبيبي أنت أهو؟ مين اللي أذن لكم إنكم تربوا شعر صدركم؟ إيه؟ بلد سايبة يا حبيبي ولا إيه؟ محمد. أمرك يا باشا. العيال دي تتنفخ. نفخوا يا باشا. بسرعة. حاضر يا باشا. قدامي. وأنت راجع هات لي مكوة الشعر معاك يا محمد. لا أرجوك يا فندم أتوسل إليك، إلا مكوة الشعر. أنا ممكن أنتف شعر صدري قدام حضرتك شعراية شعراية، بس المكوة لا. مش عايزك تجيب سيرة شعر صدرك قدامي. أنت بتعمل إيه؟ أنت ليه بتمسكني من إيدي اللي بتوجعني؟ ليه؟ أنت مش عارف إن أنا أجرودي هذا ولا إيه؟ سوري والله، أول مرة أتشرف بفتحة قميص حضرتك. بعدين حاجة بتاعت ربنا يا فندم. أرجوك يا فندم أتوسل إليك، سامحني سامحني وخلينا أروح. عايزني أسامحك؟ هسألك شوية أسئلة بس لازم تجاوب عليا بصراحة وبشفافية. بصراحة وبشفافية. هنا صراحة. تبقى هنا إيه؟ شفافية يا فندم، وأوعد سعادتك إن أكون مرشدك الخاص وأكون الكلب الوفي بتاع سعادتك. قولي يا حبيبي، عمرك ما أخدت هرمونات عشان شعر صدرك ده هيطول؟ لا بصراحة، بس أنا أسمع كانت ماما تقول لي وأنا صغير رحنا جنينة الحيوانات فحضنت غولة، بس أنا مش مقتنع بموضوع الغولة ده بصراحة. غولة المكان؟ جنينة الحيوانات. السؤال الثاني، عمرك حصل لك أي حاجة غريبة، حاجة عجيبة؟ مش متذكر، بس أفتكر وأنا عندي 3-4 سنين كنت بايت عند تيتا في حلوان وسخنت. أفتكر إن أنا سخنت جدا في الليلة دي وصدري حرقني قوي من هنا وهنا. قمت لقيت حوالي بتاع 16 شعراية هنا وهنا حوالي 26-28. شربت حاجه قبل ما تنام؟ شربتش يا فندم، تيتا ما كانتش بتحب اني اشرب حاجه عشان ما اعملش بيبي على روحي. ولا اكلت حاجه؟ ولا اكلت يا فندم. يعني تيتا في حلوان 14 شعرايه و12 شعرايه. السؤال التالت، لو خيروك من حد عزيز عليك قوي وبين شعر صدرك، تختار مين؟ خص عليك يا فندم، شعر صدري طبعا، ده هو اللي فيه الشغل كله حضرتك. وبتقولها تاني، بتقولها تاني، قلت لك 100 مره انا اجرودي يا محمد. بلاش محمد، حبسوني على شعر صدري يا مصري. ايه النور الجامد ده؟ هم عايزين يعموني ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. انتوا ايه، انس ولا جن ولا انتوا مين؟ ادم. نعم. انا كائن فضائي. كائن ايه؟ فضائي. اهلا وسهلا، تحت امركم. بص يا ادم. ايه؟
بمقاييس كوكبك انت انا ست، لكن بمقاييس كوكبنا احنا انا راجل. عادي براحتكم، ماليش دعوه بمقاييسكم. انتوا عايزين مني ايه دلوقتي؟ ادم امري، احنا جايبين لك دعوه في اي بي لزياره كوكبنا. وكوكبكم ده فين ان شاء الله؟ كوكب الدكوره. كوكب ايه؟ الدكوره. انت اسمك ايه يا اخ؟ خالد. في حاجه؟ لا مفيش حاجه. وحضرتك؟ كريم. اهلا استاذ كريم، امروني انا خدامكم، في حاجه ما اقدر اعملها؟ بص يا ادم، انت لو فضلت في المكان ده اكتر من كده امن الدوله هيخلصوا عليك. ويخلصوا عليا ليه؟ انا عملت ايه في حياتي؟ ادم. نعم. اديني ايدك لو سمحت، احنا فعلا محتاجين لك. ما عندناش اي استعداد ان احنا نفرط فيك في المرحله الحرجه اللي بيمر بيها كوكبنا. بصراحه قلقان منكم وقلقان من كوكبكم، ما تزعلوش مني يعني. ادم. يا دي ادم كرهتيني في انا كائن فضائي. حاضر. اديني ايدك لو سمحت. هات ايدك يا ادم، مفيش وقت اشرح لك. خلي المكوى. يا لا مكوى ايه؟ هات ايدك يا كريم. هات خلي. مبسوط يا خالد؟ مبسوط. انت متجوز؟ لا. عادي يا عم. ايه ده؟ مستر ادم، مستر ادم، بجد بجد دي زياره كريمه جدا، وانا نيابه عن المسؤولين في كوكب الدكوره بنحترم زيارتك دي جدا وبنعتز بيها. معاك جمال السيد احمد، مسؤول العلاقات الدوليه للكوكب. اهلا اهلا يا استاذ جمال، اهلا وسهلا. والله يعني متشكر على حسن الاستقبال يعني، بس انا مش فاهم حاجه. انا مش هطول على جنابك، بس زي ما سيادتك شايف الشبان عندنا في الكوكب عندهم نقص في الهرمونات. نقص في الهرمونات؟ لا واضح بصراحة، أنا مش فاهم إذا كنتوا رجالة وأنا نسوان. كوكب عجيب يعني. للأسف إحنا دورنا في جوجل على مين أكتر حد عنده هرمونات زيادة، واكتشفنا إن بسبب شعر صدر حضرتك أنت حطمت الرقم العالمي الهرموني. أنت رمز للرجل المشعر يا مستر آدم. ربنا يخليكم، دي حاجة بسيطة يعني، وبصراحة يعني أنتوا ناس ذوق، وأنا عايز أعمل معاكم واجب يعني، واجب بسيط يعني. الله، لا أنا بحس بالنعمة اللي ربنا إداها لي مرة كمان. ده احنا عندنا في الارض ده متلتي الحاجة تقرف يعني. الشبان عندنا مش عارفين يتجوزوا، هينفردوا. عشان كده احنا فكرنا لو حضرتك تبشر لنا شوية شعر نحللهم، يمكن نقدر نوصل للمادة اللي تتفاعل مع هرموناتنا. بشر شعر الصدر؟ فك يا خالد. كده احنا دخلنا بقى بيزنس يعني مصلحة. هتدفعوا لي كام؟ ندفع لك كام؟ مفيش اكبر من مصلحة كوكبنا ومستقبله. بلا كوكبك ولا مستقبلك، وده شعر الصدر هتبشروه يعني ايه؟ لازم اخد فلوس. هنعمل لك تمثال. تمثال؟ لا ما ياكلش معايا الاونطه دي يا حلوه. خلاص يا سيدي، هنالف لك كتاب الكتروني ونوزعه على سكان الكوكب. احرقه وارميه في البحر، انا عايز ماني فلوس. هندي لك 10%. 10 ايه؟ في المية. طب وكده؟ ممكن اديك 15%. طب وكده؟ 30%. طب لو لمست شويه؟ كده تبقى 50%. بصي انا ليا طلب تاني بقى بصراحه، ممكن تكبش لي الكبشه ليك لوحدك وتديني لفه بالبتاع دي؟ بس مش هينفع. هلف لفه حوالين النسوان ولا الرجاله اللي انا مش فاهمهم دول واديهالك تاني على طول. لا مش هينفع خالص. طب بالسلامه بقى، انا عندي مشوار في زحل. تعالى هنا يا حبيبي. هو انت فاكر دخول الحمام زي خروجه؟ زي خروج. ايه اللي زي خروج؟ يا عتريس هات المبشره. مبشره؟ ده انا مش شفتلكوش راجل من ساعه ما جيت هنا. هوريك الرجوله دلوقتي. ايه هتمشوا لي شعر صدري؟ ده انا اقطع رقبيكم كلكم. اوعى على بس استقبال. اوعى ولا انت وهي. يا نهار اسود. راح فين؟ يا نهار اسود. هقول لهم ايه؟ هقول لهم خدوا شعر صدري وعملوا بيه ايه؟ يا نهار اسود، شعر صدرك راح. يا ليتك السودة يا ابن صبرا الصبارة. هقول لهم ايه؟ هقول لهم خدوا شعر صدري وراحوا بيه فين؟ طب لما امن الدولة ولا البلد يعملوا كده مقبولة، لكن ناس من كوكب تاني مش فاهم رجالة ولا نسوان. خسرتك، خسرتك يا ادم، يا خسرتك يا ادم. خدتوا شعر صدري يا كلاب، يا كلاب. بصراحه احسن، ده كان اوفر. كنت عامل زي الغوريلا، كنت كل يوم اصحى اسرح شعري واسرح شعر صدري، كنت بكسف انزل البحر كده حلو، بقيت شاب روش عادي. شعر صدري بالزفت. ايمن.
ترى، بل ينبغي أن يكون ما تراه في النور. تقع أستراليا في نصف الكرة الجنوبي عند جنوب شرق آسيا وعلى غرب المحيط الهادي، وعاصمته كامبيرا. بس يا ابني بقى هبكي، والله هبكي وجسمي أشعر. بسم الله ما شاء الله عليك يا يوسف، ربنا يحميك. إيه كم السقافة والمعلومات دي يا ابني، ما شاء الله. تستعد الفنانة سحر رامي لبطولة مسلسل جديد. الله 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 الله، المعلومات حتى للفنانين ما شاء الله. طب بقول لك ايه، ما عندكش اخبار كده ولا كده عن الفنانه نهله سلامه؟ اديني انت بس ساعه يا ابويا واجمع لحضرتك كل معلوماتها. ربنا يبارك لي فيك يا ابني، بسم الله ما شاء الله، ونعم الابن ونعم الوريث. الله يبارك لك، انت لازم تشيل اسم ابوك وتسونه، لازم. مفيش في تاريخ مصر دي كلها في سوق الفرارجيه والفراخ اسمها هيتكرر زي اسم ابوك المعلم عباس الزربو. ربنا يقدرك يا ابني وتشرفني. ده شكر قوي يا ابويا، يا رب اكون عند حسن ظن حضرتك وقد مسؤوليه الاسم اللي انا شايله. بسم الله ما شاء الله، انا مخلف عيله اكبر مني وقاره اكتر مني. ربنا يحميك يا رب، هو ربنا مديك وقار بشنبك اللي اتولدت بيه ده، بس بخف شويه يا يوسف ها، عشان خايف عليك من الحسد راحه وجايه في الحاره. ربنا يبارك لك يا ابني ويزيدك. ما شاء الله ما شاء الله، ايه ده ايه ده، وانجليزي وعربي. اقول لك يا ده يوسف، تلعب مع الواد فريد ابن بلانيلا ده خالص، هما ستايل واحنا ستايل، خلاص. ليه كده بس يا ابويا، ده انا بحب الواد ده قوي. لا هتقول لي ليه ولا وبحبه وتحس امري، مهنسى الوقار والشنب والثقافه والسعك على قفاك. اسمع كلام ابوك المعلم عباس يا ابني. يا ابني انا فاهمهم اكتر منك. الواطي واطي لو اشترى بألف جنيه بلاطي، قولها ورايا. الواطي واطي لو اشترى بألف جنيه بلاطي، الواطي واطي ولو اشترى بألف جنيه بلاطي. ربنا يبارك لي فيك يا ابني، ربنا يحفظك. تم كده وشرفني شرفني، عشان مستقبل الفراخ ينطلق الى الامام باذن الله. اعمل لي فيها شريف يا عباس. طب وحياه امك لو ورادك معايا؟ بقول انا مش هفتح بوقي واسيبك انت تسوق. انا عايزك تسمعني وانا بقنعه بطريقتي الشيطانية البريئة. قشطة. شوف مين، ولا قوم انا افتح يا استاذ يوسف؟ لا لا ما ينفعش يا ابويا. بس مش معقول الوقار ده كله قوم يفتح وانا قاعد. معلش، الحمد لله فضل ونعم. ازيك يا يوسف يا حبيبي؟ بابا موجود؟ اه يا حاج اتفضل. اه هو فين؟ امال بيقول موجود ازاي؟ اهلا وسهلا. مفيش حاجه، تعالى ما تخافش، البيت نور. اهلا يا دي الزياره العزيزه، اهلا 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 يا سحر. ايه النور ده ما شاء الله ما شاء الله. اه ده يوسف، امشي يا فاشل اقراك حاجه بدل مش عارف تقرا سطر من الكتاب. يلا كل عاوز برب الفلق، خش جوه. ما شاء الله ما شاء الله، يوسف كبر وفريد كبر. اه الظاهر العيال هيعجزونا ولا ايه يا معلم عباس؟ لا ولا عجزونا ولا حاجه، ربنا يبارك في الذريه كلها. يا اهلا وسهلا. انما ايه موضوع الشنب دوت؟ الشنب يا سيدي امه السبب الله يسامحها، وهي حامل فيه. الله يخرب بيت الوحم وسيره الوحم. طول ما حامل فيه قاعده بتتفرج على مسلسل كله رجاله ما فيهوش ست واحده، وكل واحد شنبه قد كده. يا ست قوم الله يهديكي، مفيش. يا ست اللي يلزق في الواد اللي نازل شنب هنا ولا هنا، مفيش. ونزل الواد ربنا رزقنا بيه بيبي لسه مولود، ببص اتخضيت لقيته بشنب، قلت هعمل ايه؟ اهل الحكمه بقى قالوا لي ان هيطلع فيه وقار ان شاء الله، ربنا يحميهم جميعا. اهلا اهلا اهلا. عم لا تحلقه له ولا حاجه. انا قلت احلقه له، ده في شنب ابني وفرحان بيه. آه. بس بيني وبينك، بيني وبينك يعني انا فرحان بيه كل حاجه، بس نفسي اشيله له. الواد مش عايش طفولته. اه والله عايز احرقه له وهو نايم، اشيله له بكماشه، وبيقولوا في خواجه في بلاد بره عايز ياخده يشيله له كده بالليزر. هشوف هعمل فيه ايه، هشوف. عم لا تحلقه له ولا حاجه، يعني ابن عباس الزربيو هيطلع ايه؟
اكيد دكر وبارم شنبات. والحمد لله انت وحامت على المسلسل ده وطلع بشنب. انا كنت خايف وهي حامل تشوفك ما تاخذنيش يعني. اهلا اهلا. ايه اللي لم الشمع المغربي؟ ايه اللي لمك على السحت يا معلم؟ لا السحت ده حبيب. اهلا وسهلا. شكلكوا كده بحواجبكم مطرطقه اوفر ديت، في حاجه مريبه. خير، هاتوا على بلاطه. قوم البس وتعالى معايا. البس وانا قاعد بالشورت وانا قاعد عريان. الله ما تقول له يا سحت، شايف لحم مدلدل قدامك؟ ما انا قاعد مستور اهو زي الفل، ولبسي اشيك لبس اروح فيه في اي حته. بنطلون ده ولا مش بنطلون؟ بنطلون. ودي اللي فوق البنطلون ولا دي اللي فوق البنطلون؟ دي اللي فوق البنطلون. طب ايه بتجي تهزقني البيت تقول لي قوم البس؟ ما انا قاعد محترم. اخلص اسر الكلام، عايز ايه؟ لا مؤاخذه، عايزينك تيجي معانا دلوقتي. ليه؟ هنروح فين؟ هنروح للكنز. بتخوفني ليه يا عم؟ اللي هروح للكنز؟ الراجل ده طبيعي ولا بجد؟ كنز ايه؟ انت اتجننت ولا ايه؟ ايوه كنز. قوم بقى يلا تعالى معانا. ايوه بس مش عايز تعطل عندي صلاه عيشه، وهنروح نشوف الكنز. شكلك اتخبلت. اديني دقيقه واحده البس هدومي عشان اروح معاك. ثانيه واحده، الناس دي جت ورطتني في حاجه، ربنا يستر. الله عليك يا بلانيله، جبت رجله. مش قلت لك؟ ادخل يا معلم عباس، ما تخافش. ادخل ايه؟ ما انا داخل بقالي دقيقتين. طب تعالى تعالى. ايه اللي هيخوفني ان شاء الله؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. روح يا سحت هات كرسي عشان عمك عباس يقعد ويرتاح. لا 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 لا، ملوش لزوم ولا كرسي ولا بتاع. شوفوا بس عايزيني فيه عشان الحق صلاه العشاء. طيب افتح يا سحت. هوبا. ايه ده؟ ايه المفاجاه الرهيبه دي؟ ايه كم الكازوز ده؟ ايه رايك في المفاجاه دي؟ لا ده انا مندهش. ايه الكازوز ده كله؟ والازاز بتاعته قد ايه وراحت فين؟ وفين الناس اللي شربت كل الكازوز ده؟ فهمونا يا اخوانا. لا ابدا مفيش حاجه. السحت لقاهم في خرابه، شيع لي مرسال، قمت محملهم على المخزن هنا. والمطلوب؟ ولا حاجه. يعني ايه ولا حاجه؟ جايبين تفرجني على الكازوز وخلاص وامشي ولا ايه؟ لا ابدا، انا بس كنت نادر نادر. أيوة. ان انا انتشتك من الفقر اللي انت فيه انت والعيال. عشان كده انا هنصص معاه. تنصص معاه ده ايه يا بلانيله؟ وانا فين حقي؟ لا مؤاخذه، بعدين يا سحت هروقك انا بعدين. ها قلت ايه يا معلم عباس؟ كازوز ده حرام يا بلانيله. حرام؟ طبعا حرام، فحرام مش بتاعنا. افرض حد جه سابه هنا واحنا بقى كده يبقى سرقناها، حرام ولا مش حرام؟ لا مش حرام. وبعدين الكازوز ده انا لقيته في الخرابه، ولفيت الخرابه حته حته، فليتها، مفيش حد لا هنا ولا هنا ولا هنا ولا في صريخ ابن يومين. اسر الكلام، انا قلت لا يمكن احط ايدي في كازوز فلوسه حرام. ما تبقاش غبي يا معلم عباس، فكر في مستقبلك ومستقبل ولادك. ايه الشر ده؟ قلبت شطان ليه كده؟ ولادي يتحرقوا، ولادي يجوعوا، ولا انهم ياكلوا من مال كازوز وحرام؟ بالاذن. ما تبقاش غاب يا معلم عباس واسمع الكلام. مش قادر اقتنع، بقول لك فلوسه حرام. بالاذن. مش هترجعني تاني؟ لا انا عطشان، مفيش اي شويه ميه او شويه من الحاجات اللي انتوا فرقعتوها ديت؟ مفيش ازازه فاضله لسه؟ افتح الازاز. حاضر. انت فاهم ان انا جيت على هواك صح؟ ايوه. يلا افهم افهم، انتوا فاهمين ان انا ايه؟ خلاص ايوه مشيت وراكم بشيطانتكم. اشرب اشرب كمان كمان. استغفر الله العظيم يا رب، ده انا كنت عطشان. السلام عليكم. لسه في شويه يا معلم عباس. اوه تاني تاني تاني، خدها معاك لو عايز. حد الله ما بيني وبين الحرام. الله يدور عليك يا بلانيلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا نهار اسود، انت يا يوسف، انت يا يوسف، انت والزفت ده بتعمله كده؟ انت اللي صرفت عليك شقة عمري عشان تطلع محترم وتبقى وريسي في الفراخ، تعمل البلاوي السودة دي يا يوسف؟ يا عم سيبني في حالي بقى، 12 سنة وانا مش عايش حياتي، حياتي كلها كتب في كتب في كتب. أيوة كنت بأهلك عشان تبقى وريسي في الفراخ يا يوسف وتشيل اسمي. هقول ايه؟ اصحاب السوق، انت هذا فريد يا زفت. يلا شيل الحاجات اللي ما غور من هنا. يلا اخدهم ازاي يا عم الحاج؟
يا عم الحاج انا هتصرف. يلا غور من هنا، انا هتصرف. الله يخرب بيوتكم وبيت مجيتكم. قوم يا واد، قوم، ده متنح طبعا مش قادر تمشي باللي طافي. يلا ما تجيش عندنا تاني. بالسلامه بالسلامه. اخس عليك يا يوسف، اخس عليك ومسكها في ايدك كمان. بقى انا بصرف عليك ده كله عشان تعيش لي في الحاجات الساقعه والبلاوي دي؟ يوسف عيب. انت عارف امك الله يرحمها لو كانت عايشه وشافتك في المنظر ده كان جرالها ايه؟ كانت اتململت واتشلت يا يوسف قبل ما تموت. ده اسمه كلام يا ابني؟ قوم يا حبيبي، قوم برضاي عليك، قوم دب صباعك في بقك والله اشرب شويه ماء وملح ورجع القرف ده. مش احنا بتوع الكلام ده يا ابني؟ يا ابني انت ابن الحاج عباس، عباس السيريبو، اكبر فرارجي فيك يا مصر. يا دي انت فيك ايه؟ خضتني عليك، انت فايق ولا مش فايق؟ فايق؟ طب سمعني صوتك، ما تخضنيش. خلاص يا ابويا انا فوقت. طب الحمد لله، ربنا يبارك لي فيك يا ابني. اوعى اوعى رجلك دي، ابوك معدي، بلاش اللي اتأدب. هادي بقى، هات. اسمع يا ابني، كل الحاجات دي كلام فاضي. اسمع يا ابني، اشقى واتعب وذاكر عشان هعيدها لك. تيجي تقف في المحل وتشرف ابوك في وسط الفراخ. هاتن كزوزة اطلعيني، هوبا مزابوزة والحال عجيب. قشطة. السلام عليكم يا بلانيلة. اهلا اهلا عم عباس. صلي على النبي عليك. اللي اوله شرط اخره لايت. اخره ايه؟ لايت. اعديها لك عشان الحالة اللي انت فيها. اعملوا فيا اللي انتوا عاوزينه الا ابني وزرتي وسلالتي. الوريث يا ابني محدش يجي جنبه، يا اما هطير فيها الرقاب. فاهمين ولا لا؟ واحنا عملنا ايه لابنك؟ عملت ايه؟ الواد بيعمل اللي انتوا بتعملوه. الواد خلاص شدتوه. ابني لا، فهمني ولا لا يا بلانيله؟ لا، ده انت تقول لابنك بقى اللي يبعد عن ابني، عشان ابنك هو اللي بيقول لابني. المهم ان ابنك وابني بيقعدوا مع بعض، ويا ريتهم بيعملوا علاقة برضه زيكم، ماشيين في موضوع الكازوز اللي انا مقتنع انه من مال حرام. فاهمين ولا مش فاهمين؟ عارف ليه؟ ليه؟ الواد ابنك ده واد رجولة، ذكر من يوم. أنا عارف، عشان كده أنتوا عايزين تدمروه، عشان أول طفل يدخل الموسوعة اتولد بشنب. ده كنز وده ابني ولازم أحافظ عليه، واللي هيقرب له ما يعرفش أنا هعمل فيه إيه. عايزين مني أي حاجة تاني؟ سلام عليكم. سلام عليكم. يا عم أنت لازم تفتخر إن ابنك راجل. طب بقول لك إيه؟ آه. ما تديني بقى عشان عطشان. شوف طلع زي ابني. لا مش مسألة زي ابني بس، مش عارف باجي هنا بعطش ليه، وأول ما أجي أخرج أعطش. هو العيال كده. يلا يلا اشرب اشرب اشرب. ربنا يتوب عليكم اللي أنتوا ماشيين فيه. اشرب اشرب. هو داخل. أوعى العيال. هات شوية كازوز، هات شوية كازوز. كازوز يا كازوز. حاجات بفلوس. ها؟ أمال إيه؟ أول مرة كده عشان. وألوان إيش؟ أحمر وإيه؟ يعني هتجيب عائد صح؟ أيوه. العائد ده حرام. أه. تتكلم بجد؟ حرامي. لو أكلت بيه عيالي تطلع سلالتي كلها مغضوب عليها صح؟ عشان حرام. أيوه. بس هي بفلوس شكلها حلوة. يا عم في الأول بس نجر رجلك كده. طب أنا أقول لك على حاجة، حرام ليه؟ هو إحنا سرقناها من حد؟ مش انتوا لما جبتوني قلتوا ان انتوا لقيتوها كده، تعرفوا صاحبها؟ لا ما نعرفوش. خلاص يبقى مش حرام يا جدعان، انتوا جايين دماغكم ليه؟ مش حرام. عبي عبي، قول لي بقى عندك كام كازوزه وهنبيع فين وهنودي لمين وبكام؟ حلو ده حلو ده. الله هات الكازوزه. هو ده. خلي بس شويه عشان الواد ابني بيحبها قوي. ها ابعتوا له، ابعتوا له فين؟ وانا مثبت فيها، واحنا نعرف اصحابهم. انا عارف. الله، امال حرام ليه؟ حاجه لان ربنا سايبها لنا في المخزن. خلاص تبقشش بقى على عيالنا. احنا عندنا كام صندوق كده بقى؟ كتير كتير. طب انا اقول لك على حاجه، احنا عندنا اللون اصفر واحمر، احنا عايزين نطور شويه، نمشيها يعني، نستفيد باللي بعته ربنا، نعمله بيزنس. صح ولا لا؟ ولو طلع لها صاحب بعد كده نديله حاجه والراضي وخلاص. لكن انتوا تعرفوا ليها صاحب؟ لا. يبقى مش حرام يا جدع؟ امال انا مثبت في الرجوله ليه؟ اشرب اشرب يا حاج. هو دخل دمك يا حاج، انا عارف. خش خش. الله، انتوا ناس طيبين، ربنا بعت لكم عشان تجيبوا لنا فلوس. يا دي ما بتشربش ليه يا معلم؟ مين؟ لا سيبها سيبها سيبها، مرتين ثلاثه هي هتفتح لوحدها. اشرب اشرب اشرب. خفيف صاحبك، خفيف صاحبك، خفيف. طب يا رجاله، ايه يا حبيبي؟ نتوكل بقى على الله، وانتوا اظبطوا الظبطه كده وشوفوا نصيبي كام وايه هاتهولي على البيت، عشان ما بحبش اخد فلوس حرام يعني لايف كده.
انتوا اظبطوها توا والعيال مع بعض حبايب. عيال مين؟ ابني وابنك يا سيدي. من النهارده عايشين اكلين شاربين بيتين مع بعض. هو ده احنا شرفنا. بترش عليا في المخزن بتاعك، بترش عليا بيبسي في المخزن، هو ده هزار ولا السكر ولا ايه؟ سكر حاج، سكر سكر حاج. يا حاج ده حاج، خلاص بقى بينا ولاد قام. دخل دمك يا حاج. حلو قوي. اديها تاني، اديها اديها اديها. ربنا يخلينا بالحلال. ايش يا بنبس، ايش يا بنبس، ايش يا بنبس. السلام عليك السواق، عليك الزوزه كالزوز. بيبس يالا طعمه حلو قوي ومقفول. دلوقتي مش عايزين نقعد نرغي كتير. قبضته كام وحقي فين؟ بص ايه، خد دول. أيوة. كل ما تحتاج تعالى. ربنا يكرمك يا راجل يا طيب وما نحترمش. السلام عليكم يا معلم. السلام يا معلم. رضا رضا أيوة. الحمد لله. السلام عليكم. السلام يا سيري بيو. الله يسلمك. السلام يا سيري بيو. بابا مين انت؟ هتصيعي؟ ده مسجل وكان عليه 600 قضية اغتصاب جمال. بابا؟ ايوه بابا. واسألي بقى ماما مين بابا وكان بتروح فين ومع مين في الكهف اللي في اول الصحراوي. اصحي. اخدتي لبتوني ولا تشوفوه ولا نيلة؟ انا هرش الفيلم من اول وبعون الله هنعمل معاكم الصح. هاتي ده سكر حلوة الدنيا سكر. شرارة سكر حلوة الدنيا سكر. لا 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 ميلة خلي الدنيا جميلة جميلة. الله الله الله. والله الدنيا هتبقى جميلة ان شاء الله. خلصت الزفت اللي بقالك ساعة بتلف فيها دي؟ مش عارف معقرة معايا ليه. رسلة حلواني. ايه شكلك بتحب يا حلواني؟ شكلي بحب؟ يا لهوي ده انا غرقان في الحب يا اشرف، غرقان. طب ممكن سؤال؟ اسأل حبيبي. لو القردة بتاعتي مغلباني اعمل معاها ايه؟ الايه؟ القردة مغلباني اعمل معاها إردة. ايه؟ قردة. قوم ياض من هنا وما تكلمش معانا في الرومانسيات. قردة ايه ومين ايه؟ والله انا مش مصدق نفسي. حلواني، حلواني هيتجوز. أيوة. وتبقى عارف. زوج بقى وبكرش وتهمل بقى في شياكتك وفي تسريحة شعرك. ليه التشاؤم ده يا ابني؟ ليه؟ ما انا اشوفكم برضه مرة في الشهر بتاع. انتوا صحابي واخواتي، وبعدين الاستقرار يا جماعة. ولا هعمل في شكلي ولا حاجه. شكلي يومي ليت ايه؟ وانا لينا شكل؟ ما احنا مبرطعين في الصحراء والرمل والناس حبانا وخلاص. انت طول عمرك شيك يا حلواني. الله يخليك، الله يخليك يا اشرف. بس هيبقى في التزامات، هتعمل فيها ايه؟ التزامات في ايه يا ابني؟ الاكل اي صيده بتيجي كلنا بناكل مع بعض، احنا كلنا 45 واحد. اللبس مراتي هتضرب الجلده وتمشي، يعني مفيش تكاليف. انا مبسوط، شجعوني. صح.
فرحك عندي. حبيبي حبيبي عبالكم عبالكم. بس هتسكنوا فين يا حلواني؟ يا عم هنترمي ورا اي جبل، انت شاغل نفسك ليه؟ انا سمعت ان في كهوف في حدائق الادغال حلوه قوي. لا غاليه موت وثلاث ارباع نصابين، خليك في حالك انا هتصرف. وهتخلي بقى مراتك تشتغل يا حلواني؟ طبعا تشتغل، انا راجل متفتح، تنزل تصطاد معايا وانا طول النهار راجل لوحدي في الحر، هي تنزل تجيب ارنب خروف اي حاجه للبيت. ولما تشتغل يعني هتبقى راجل انت ازاي في بيتك يعني؟ لا دي حاجة ودي حاجة، راجل في بيتي دي قصة تانية، وانت عارف ان انا راجل، انا متفق على كل حاجة، هتمشي على اللي هقوله بالملي، مفيش هزار، مش تضرب لي جلدة وتمشي بقى بكتف عريان في الصحراء وفي وسط الجمال والكلام الفاضي ده، هتمشي هي واهلها بالجزمة، يعني سوري يعني، لا 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 مفيش. الان قال ما يا ابوها يا حلواني. يا جدع ابوها مين؟ انت شايف الفيلم ده بيتدرب على قفاه وتافه، ما تقلقش. ايه ده ايه ده؟ هي دي حلواني؟ لا حلواني مش هي. لا مش هي، لا هي، هي في غيرها في القبيلة. مش هي، اسمع كلامي، هي بنت خالتها افتكرتها، هم اصل العيلة كلها شبه بعض. امشي يا بت امشي، روحي قولي لها انا جاي بعد شوية. يلا امشي امشي. قوم فين؟ شكلها هي شكلها هي. طب ممكن اقعد مع اصحابي شوية؟ يلا قوم فين؟ انا مش قلت لك بطل القرف ده؟ حاضر حاضر. انت قاعد معاهم تاني؟ حاضر حاضر، ما هم اللي بيجوا يندعوا عليا وانا باجي من نفسي. وسع. حاضر يلا. حاضر عادي يا جماعه، ما فيش حاجه، هي بتنسى فجاه، بس هي اما تعشروها هتحبوها والله. حاضر حاضر حاضر. اتفضل. ليه زعيق قدام اصحابي ليه؟ انت مزود معايا في الكلام. مش بزود ولا حاجه، بس انا قاعد مع اصحابي شويه، ما فيهاش حاجه يعني، ممكن اقعد خمس دقايق. انت ازاي تطلع من غير ما تستاذن؟ كل ده هزار، كل ده هزار، خلي بالكم كل اللي بتقوله ده هتلاقوه في الاخر هزار. تعرف بس البنات يعني بيبقى دمهم تقيل في الخطوبه شويه، فاكره ان دمها خف. حلواني اتلم. هتلمي في ايه؟ طب ممكن اسبقيني وانا هحصلك. انا هحصلك. اتعادل مع المناظر الزباله دول. لا دول مش زباله، دول اصحابي لو سمحتي كده كتير قوي. اتفضلي. بص على اشكالهم والزفت اللي بتشربوه، جت كل قرف. احنا ما بنشربش حاجه، واشكالهم ما هي نفس اشكالنا. طب نتعرف على حلواني؟ دول صحاب. بس بقى كده كتير قوي. ايوه اصحابي ولازم تحترميهم. اتفضلي اتفضلي، شوفي شكل ابوك احسن. قشطة يا شباب. يلا قدامي. اوكي اتفضل. عادي كل ده. اتحرك. حد شاف حاجة؟ جات كل قرف. مش قلت لك يلا تلمي لي عليا الحالة دي؟ وعرفنا سيدي الرجال، عرفنا عيد الأعياد، عرفنا سيدي. ولا ايه ده؟ ولا هم روحوني. ايه يا حلواني؟ هم روحوني البت دي، انا مش مطمن لها. وبعدين ابوها ابوها شكله شام خبر، انا شايفه جاي هو ناس من بعيد. قوموا تعالوا معايا. ده ابوها الهايف عمل كل ده؟ ايوه الهايف. مش حذرتك من ابوها حلواني؟ يا سيدي حذرتني، طب اعمل ايه؟ قوموا امشوا معايا كده عزوه وارجعوا تاني. وحياه ابوك ادي الجواز اللي بناخده منه. هتقوموا معايا ولا مش هتقوموا؟ مع نفسك يا حلواني. حاضر حاضر ماشي ماشي، على الله اشوفكم في الفرح. ماشي جاي. وعرفنا سيد الرجال، عرفنا عين الأعياد، عرفنا سيد الرجال، عرفنا عين الأعياد. عيني عليك يا حلواني. ياه على الحب. طحالب دي حلوة قوي. يا ناس يا هو، يا نهار اسود ونايل، حد يغتني؟ مين هيغتني؟ مين هيغتني اصلا اذا كانت الدنيا فيها 24 واحد وكلهم قرايبي؟ عاجبك؟ عاجبك اللي بيحصل ده من ابوك وامك؟ اسكو صافي سي مي بارون. بارون؟ وي. ماشي خليك انت دايما في صف اهلك، خليك هينفع. ايه ده؟ طب بيشمني ليه؟ انا اسف كلب ولا ايه؟ حبيبي دول بيحيوك. دمي كمان بتشمني؟ دي التحيه عندكم في الاسره؟ تحييهم. لازم ارد التحيه صح؟ لازم. طبعا ده حمايه حبيبي حمايه. استغفر الله العظيم يا تعالي. ريحة أهلك وحشة قوي. سوري أنا آسف، بس فعلا فعلا قذارة. إيه ده؟ جاري طول النهار بشوفه من رمح في الصحراء والتراب، ولا دوتش ولا زفت. خلصني بقى عشان هرجع في الجوازة دي. فكني فكني، أنا عملت إيه؟ عملت حاجة غلط؟ أنا عملت حاجة غلط في بنتك؟ أنا جيت دقيت بكوخ ودخلت وقلت عايز الحلال، جوزاني. إيه يا حلواني؟ أنت عايز تقعد مع بنتي في الدارة وأسيبك؟ تقعد مع بنتك في الدارة؟ انا بقعد مع بنتك في الدار. بس دي بني ادمه زي زيها، في ناس تانية بتقعد مع جمال. ها مش عايز انا سياح لك. ها الولاد دي خيلاني وقلقان، هي بتيجي كده كتير ماما مالها؟ سمى ماما ليكم سا ليكم سا. طب ماشي انا بفهم، بس يا ولية اثبتي بقى، الله يخرب بيتك. ابوس ايدك
انا يعني بص اقر يا حماية طلباتك. وانت هتقضي على مهرها بدايه ابن البدائي. بدايه ابن البدائي يعني انت فضائي ابن فضائي من انت بدائي. بل انا عايز اقول لك على حاجه، المارينا الابلكاش دي ما تحطهاش على كتفي ابدا لو تكرمت. انت ده بالنسبه لك دراع، ده موضوعك انت. كلمني ببقك ده، حتى بق كلمني كده، ما تلمسنيش بس. اصرف المكسر وريني بقى شخل جيبك هتعمل ايه. ايوه ادفع واشخلل وعندي مهر 100 100. الولية دي خيلاني قوي. ما كلمي امك، ما كلمي امك. مامي بس. مامي بس ده اللي قدرت عليه يا عم؟ خلاص ما تقعدي بقى، اقعدي بقى، دوختيني بقى. ده ايه ده؟ انت عايز ايه؟ مهر ايه ونيله ايه؟ بقول لك عندي جمال، عندي جمال وانا هرشك. ها ايوه انت عارف انت تركب جمال. انا عارف انا عارف. عايز ايه؟ عايز ايه اكتر من المفاجاه اللي انا هقولها لك يا عمي؟ انا ان شاء الله هبني لها بوابه بشتغل فيها من اول ما اتولدت، يعني مش كتير يعني. ما كانش في حد على الارض، جمعت كل جنوز الارض من جواهر وعملتها في البوابه دي. هقدمها لها يا وليه. اقعدي بقى، اقعدي بقى. هقدمها لها هديه، ايه رايك؟ بوابه يا حلواني. ليه يا عم؟ في ايه ده؟ انا ودني اهي وانا واقف جنبك. في ايه؟ احنا جد نجري ورا بعض. ما تتكلم عادي يا عم. عايز مني ايه؟ ايه اللي في الكلام؟ ايه اللي في الكلام؟ لما تقدم لها عريس وكان بني لها كمباوت، هتبني لها انت ايه يا حلواني؟ هيبني لها كمباوت ولا كمباوت ولا نيله؟ بقول لك ايه؟ بص هبني لها كمباوت. ورحمة امي انت لو ما ثبتتي لا ادفنك في هنا، هتفنك قدام الحيوان اللي انت متجوزاه ده. مش هيهمني حد. قول لها تثبت يا حاج بقى لو تكرمت. ده كده كتير. هنبني لها زفت كومباوند. في اي طلبات تانية؟ الموقع. موقع بتاع ايه؟ بتاع كومباوند. موقع ايه؟ ولسه في دنيا؟ ما كل اللي قدامك ده موقع. هتفرق ايه الارض دي من الارض؟ انت اهبل. بص في الصحراء ونقي وانا هبني لك. تأمر بحاجة تاني؟ ايش يا عسل؟ ظبط نفسك وكلمني يا حلواني. ابوك يا عسل، ابوك شربات على فكرة. هو يبان ضخم ومرعب بس هو تافه جدا جدا جدا. ايش يا حماية؟ انا ماشي طالع صحراوي. غوري في داهيه، غوري في داهيه. سيب بابا امسك الكلية دي ولا ارميها في اي وادي. بص صاحب امك ازاي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. خلصيني بقى، خلصيني. اخيرا اخيرا هنتلم في كهف واحد. اخيرا اوعدك اوعدك مش هبني لك كومباوند. بصي طول ما انت ماشيه كل اللي انت شايفاه ده هيتبني وهيبقى بتاعك. يعني هقول ايه؟ انا ماشي بس مش وداع، مش وداع. وهحييك بتحية ابوك وامك. انا عرفت ان انت بنتهم. انا عرفت، انا عرفت. طب هما ناس كبار وكبروا في الصحراء وتهطلوا عادي ينسوا واستحموا، لكن انت لسه صغيره وعروسه. يعني المفروض ده ما ينفعش، ما ينفعش. استحمي في ورا الجبل دوت، في وادي روحي ترمي فيه. روحي. واضح لازم افكر في الجوازه دي. سوري، باي باي وهتصرف بعدين. باي باي. ده انا هرجع في العيله دي. ايه القرف ده؟ النهارده يا حبيبتي هيكتمل حبنا وتكتمل فرحتنا بافتتاح البوابه العظيمه اللي انا عملتها لك. هتنبسطي وابوكي هينبسط ان شاء الله. اهو شرف اهو. قولوا لي امك جت معاه برضه. يا اهلا وسهلا. ابوكي ماشي ورا جنازه ولا ايه؟ اهلا يا حماية. اهلا. مين الجماعه؟ اهلي واهل العروس. دول اهلك؟ اه حبيبي اهلي. مالك متنيكه قوي كده؟ ايه المستوى ده؟ اهلا وسهلا، شرفتونا، تشرفنا، فرصه سعيده. اهلا وسهلا. حييهم. ما انا حييتهم. اهلا وسهلا. لا شموا. شم مين؟ استنى يا اخ، استنى يا اخ، انتوا كانوا شم مين؟ ده خالي. لا لا لا، موضوع الشم ده كفايه ابوك وامك. بص يا عم، طول ما انا متجوز بنتك الطقس ده انا مش هعمله، مش هشم حد عشان خاطر. تعالى. خرب بيت ريحه خالك على عم. ايه التقليد النيل ده؟ ومين العبيط ده كمان؟ عمي. اهلا وسهلا. مش هشم الراجل ده. هو هيشم. خلاص 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 يا عم. ايه ده ايه ده؟ لا في حاجه غريبه في العيله دي. يعني الشم بالنسبه لهم حاجه مهمه. ايه التحيه الغريبه دي؟ تراديشن عندنا. تراديشن عندنا. اهلا وسهلا، شرفتونا ونورتونا. خير جايين الفرادي وعلى الكمباوند. على ايه؟ على الكمباوند. ابوكي لسه مركز في الكمباوند. كمباوند. اه اوعي تفتكر ان انا نسيكي. ايوه اهمدي عشان هدكك في الارض هنا. انا صحيلك، انت مقصره فيا جدا. بقول لك ايه، تعال اقول لك. كومباوند ايه؟ انت قبل ما بتدخل كومباوند بتدخل منين؟ بوابه. خلاص انا ابتديت بالبوابه، والكومباوند ده بعد كده بقى ابني انا وخطيبتي طوبه طوبه وزلطه زلطه. الموضوع ده لكن مش بسرعه كده، ولا ايه راي حضرتك؟ سيل تبلي بابا، سيل تبلي ديوي. مبروك. الله يخليك. بس انا عايز اقول لك حاجه كمان، نصيحه، ان انا بقيت زي ابنك دلوقتي.
انسى موضوع الفرح ده خالص. اسمع كلامي، تكلفه على شايفك ارجعي. انت بتستنيني اندمج وبتستعلبي زي السحليه كده. اقف في مكانك، امسك الولاد دي. مصاريف بالاونطه، مش هنقعد احنا نكلف ييجوا الصيع على الحراميه دول ياكلوا، دول عايزين 40 بقره. اسمع كلامي، انا ما بحبش الفصال، بلاها الجوازه دي. لا يا بنت، استنى يا عم. بلا ايه ده، ابوك بيقفش ليه كده يا عم؟ اهدى، خلاص هنعمل زفت فرح. مبروك. هو ابوك بيعمل كده ليه؟ ايه الحركه دي؟ اتجوزنا. تتكلم بجد؟ هو كده يعني اتجوزنا؟ انت عندكم كده اتجوزنا؟ كده اتجوزنا. تتكلم بجد؟ مع اني عايش معاكم في نفس الجبل واول مره اعرف الموضوع ده. طرقعه واحده جواز؟ ولو حبيت تطلقها ثلاث طرقعات، صح؟ ايوه صح كده. حلو ده، خلي بالك اي حاجه هتخنقيني هطرقع لك على طول. ايوه. مبروك يا اهلي، مبروك يا حماي، الف الف مبروك. مبروك يا حلوان. شايفك ارجعي مكانك. بقول لك ايه؟ بالمناسبة الحلوة دي بقى، تعالى نفتتح الشريط بتاع البوابة. ها؟ نفتتح الشريط. هات السكينة وانت واقفة مكانك، عارفة لو خطيتي خطوة ارطم لك رجليك. هاتي ده، انت روش. سيبي اولية. الولية ده انا خاف منها. والله العظيم امك شكلها في الاخر هتطلع مش حقيقية وهتفاجئنا وهتطير. اسمعي كلامي. لا مش مننا. بص الناس كلها حاجة، بص هي غريبة. ربنا يستر، دي ما تدخلش البيت على جثتي. ممكن نفتح البوابة؟ نفتح البوابة. مبروك يا مدام، مبروك 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 يا جماعة. مبروك مبروك مبروك. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. يلا مبروك يا ألف مبروك. أهلك يعروا، مش بهزر، سوري يعني. ما إيه ده؟ لا they are very nice. نايس إيه؟ ملة إيه؟ كله رفيع، مش لاقي ياكل وهدوم مقطعة. بقول لك يا حماية، تعالى عاوزك. أيوة حلواني. لا ثانية بس، الناس دي راحة فين؟ رايحين يخشوا جوه البوابة. يهببوا إيه؟ يتفرجوا على إيه جوه؟ مفيش حاجه. اتفرج على ايه؟ فانت بعتهم كده اي هبل في الصحراء وخلاص. في جوه تعابين، خلي بالك. ما احنا بناخدها. طب الف هنا. بقول لك ايه، انت عشان طلعت وجدع معايا ووافقت على كل طلباتي، انا هعمل لبنتك احلى فرح. ايه رايك؟ مبروك يا حلواني، مبروك. ما تحطيش ايدك عليا، مش ايد دي. الف مبروك. الف مبروك. مع السلامه. مع الف سلامه. روح شمهم، شمهم بعض لحد ما اجيلك. انا هاخد بنطه كده في الصحراء انا وعروستي. معاك الله. اصحى ولا 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 ولا. كل هدو فوق، كل هدو فوق، كل هدو فوق. وفين السقف يا رجاله؟ الحفله لسه شغاله، ومش هنقول اسامينا عشان احنا عدينا في فرح حبيبي واخويا الحلواني. جينا وهنينا. كل هدو فوق، كل هدو فوق. اللي يحب حلواني يقول ايه، يحب حلواني يقول ايه. حلواني يعني الرجولة، حلواني يعني ابن النين، حلواني الحي هنا كل جبر في المنطقة، وكهف كهف، وطول ما العجلة شغالة الكهف بيجيب رجالة. وبالحي عروستنا الجميلة، فتاة الوادي، فتاة الجبال، فتاة الليل، صاعدة الثعابين، منار الجيار. وكل اللي يحب حلواني يقول ايه، اصحى. مبروك يا حلواني. الله يبارك. مبروك يا عروستنا. الله يبارك. قاعد الولية اللي وراك دي، قاعد مراتك، قاعدها. انا دلوقتي هعرفك على عيلتي. لما انا شفت عيلتي كنت ما شفتيش عيلتي. ناس طيبين قوي قوي قوي، غير اهلك خالص. دول اتنين ولاد خالتي، اول اتنين اتولدوا توأم راكبين فوق بعض، لا بياكلوا ولا بيشربوا ولا بيتكلموا. هما الاتنين طول الوقت يا عيني يرتاحوا تحت الشجرة، يلعبوا في تقوم بعض كده يعني. باي 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 باي. انبسط. العروسة وما بيتكلموش ولا حاجة، هما راكبين على بعض كده وبيلفوا الصحراء ليل ونهار يعني. طيبين قوي، طيبين قوي. اهلا وسهلا، شرفتنا. هو مين ده؟ ده ما اعرفش، بس يعني ابويا لما اتقتل بالحرب الاخيره ديت وهو بيموت قال لي خلي بالك من عمك، فيعني نورت. بس راجل طيب. ها ايوه. ها ها نورت يا عم، نورت. ده مين شو بقى؟ التافه بتاع العيله. قمر وقعدته جميله والعلم بزنس مان كده. ها مع توكيل عظم. بصي الانواع. بصي اوعى تكون جايبه لنا هديه بسيطة كده. لا ده كتير قوي. كتير ليه طلب تاني؟ اؤمر يا مش واحد صاحبي هينحتى كده سوا مع بعض. يلا حبيبي، هو هيطول شوية. ميرسي حبيبي. عايزك تولع الفرح. عقبالك عقبالك. تعالى ما تتكسفش، تعالى ما تتكسفش. ده ابن عمتي، مخلوق بيضحك على طول، فظيع. بصي لو سكتنا احنا، بصي هو يعمل ايه؟ حاجة ظاهرة في الجبل، ظاهرة وبرده مش تافه.
تاجر جلود من لو بصي بس جايب لك ايه؟ هدية بسيطة. تعبت نفسك يا اخي تشكيلي عقبال ليلتك. حبيبي حبيبي وبتسمع على طول جميل. انت شايفة عيلتي فين البوفيه؟ وفين اللحمة؟ شايف الفرق بين عيلتي وعيلتك؟ شايفة ابن المفجوع ابوكي ده؟ اتفضل خد الخروف ده لوحده يلا ازقز فيه واحنا هنجيب للناس. اوكي بصراحة يعر بابا يعر بصراحة. اصحابي هيعرفوا يغني هيدلعوا لك الفرح. ما تغني تغني انت يا حبيبي انت حلو قوي. تكلمي بجد؟ اه والله والله لا غني عايز حاجه تاني. يلا غني حبيبي حلوه حبيبي حلوه. فاكرين فاكرين الجو بتاعنا؟ الاغنيه اللي كنا بنقولها واحنا في واحنا رايحين الكبرتان بتاعت الاتوبيس دي؟ ايوه فاكرين. يلا واحد اثنين ثلاثه بدائي 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 أموت أعيش ما يهمنيش أموت أعيش ما يهمنيش أموت وأعيش ما يهمنيش أموت أعيش بطل تمر بأي حاجة تاني سيادتك؟ يلا غور حاضر تعالى هنا حاضر. قبضت مرتبك للشهر ده؟ الحمد لله يا سيدي. يلا غور حاضر. تعالى حاضر هات ياض المرتب اخلص. اهو ايه ياض ده فين بقية فلوس؟ ده اللي فضل من المرتب يا سيادة. ربنا يبارك لك. فين عيالي؟ فين ولادي؟ فين ولاد الحرام؟ خسارة ومية خسارة. قالوا لي ان في قطر فرم اربع شباب. قلت يا ريت تكون انتوا لكن للاسف باظت المرة دي. خير يا بابا. ثانية واحدة. قوم يا قرد انت. قوم يا اخويا ظريف. السفرة دي دفع فلوسها اللي بتتنطط عليها دي؟ مين قال لكم تقعدوا؟ انتوا مين عشان تقعدوا معايا؟ ولادي ده أكتر عار في السي في بتاعي إن أنتوا ولادي. لو تعرفوا أنا بكرهكم قد إيه. أنتوا ولا حاجة بالنسبة لي. تاخد بالك من كلامك يا بابا. ما تقتقش. ما تكلمنيش بالصباع ده تاني بدل أقسم بالله هقربك. فهمني ولا مش فهمني؟ إيه يا كتب طاولة تتكلم معايا بالطريقة دي تاني؟ أنتوا زبالة. أنتوا أكثر شيء في حياتي. جاتكم القرف. انت بتعاملنا كده ليه؟ احنا مش ولادك؟ انت ايه يا اخي؟ حنوتي؟ انا بكرهكم كره العمى. انا بقف كل يوم في البلكونه وادعي ربنا وعارف ان دعوه الاب مستجابه. اقول الهي تمرض، الهي تتحوج، الهي ما تلاقوا اللقمه وتغوروا في 60 داهيه، الهي تجوعوا وتاكلوا زي القطط من الزباله. باذن الله جاتكم القرف. ايه المناظر دي؟ ايه الشيطان اللي انا مخلفه؟ انا ما اتعصتش. يوم ما عملت لك سونار ما كانت الهبله امك حبله فيك. الدكتور اتفزع وقال لي ده حاجه خطر، ده شيطان مسقطه. حنيه الاب طبعا قلت لا وشرفت حضرتك. اهلا وسهلا. ليه كده يا والدي؟ ليه كده؟ ليه دايما بتزرع فينا الحقد والكره والشر؟ تعمليش بقى ذاكر وسطهم يا حبيبي. ها؟ ولا خلي اخوك الصغير باتيستا يرد عليك، ما تتكلمش على المبادئ. سيبك منه يا بابا. خلاص يعني ما تعملش عقلك بعقل السحلية دي. انت بترجع ياض ولا بتتكلم؟ ايه الخلفة العار دي؟ رزعوا. اطفحوا. ثانية واحدة، ثانية سيب الطاجن يا اهبل انت. سيب، مين قال لكم تطفحوا؟ مين؟ دافعين فلوس انتوا على الأكل ده؟ حد دفع تعريفه في السفره دي؟ تعال عليا. انتوا شويه عواطليه وربنا رزقني بيهم. ادفعوا وعلى شرط طول ما انتوا بتدفعوا تدعوا لي. يلا بالسم الهاري. انا حاسس ان الدعوات من جوه غير الوش. شكلكم بتدعوا عليا، شايفها في عينيكم، بس بعون الله مردوده عليكم. بابا نعم كنت عاوزك في موضوع.
يا ابني اخلص بقى، الليل هيدخل علينا، ضيعت عمري معاك. اتكلم بسرعه بقى، الله يخرب بيتك. كنت عاوز 300 جنيه اشتري جزمه او كاوتش. فاكرها سهله 300 جنيه؟ انا شايلك 300 جنيه عشان خرجتك يوم ما تموت في اي لحظه ابقى جاهز واتويك. كاوتش؟ لا كاوتش يقرطم صوابعك يا بعيد. لا هتلبس الكاوتش تتشل فجاه في الملعب. انت بتنفض مناخيرك ليه؟ شايفك متعصب. في حاجه؟ انت ليه مش مظبطنا؟ انت ابونا. انت ايه؟ انت ابونا. اسمع بابا يا راجل. ايه اللي بتعمله؟ ضربتك في عضلتك. ايه الاوفر ده؟ ايه المناظر اللي انا خلفتها دي؟ انت بتمسكوا لي هو هيضربني؟ انت هتضربني يا اهبل يا ابن الرقاصه؟ سعد عادي ان انت واد عادي. انا شاكك انت ابن حرام، انت مش ابني. العيال دي شاكك فيها كان انت، انا متاكد. اهبل يا ابن الهبلة. اسكت. كفاية. لا انا مش كفاية، انا هطول معاك. في حاجة؟ تلك هتقتلني؟ هترفصني؟ يا تافر يا بغيض يا اهبل يا ابن العبيطة. عايز انا كان زماني موت. الله ده تدريات خد يا خلاص يا بابا. ما مش عايز اتكلم معاه. ما تبطلش نفسك، انا هقتله. ايه البقرة اللي بتتكلم معايا دي؟ ما تعمل حاجه بزورك. اللي هتولعه وانا واقف فجاه كده. انا مش هتكلم معاك عشان انت بتطول تعال وراي، تعال وراي. ما تكلم على امك بقى، كمل لما نقف. يلا يلا يا عرر، يلا يا عجل، يلا. الله يخلصني منكم وارتاح. يلا حبايبي، عايزكوا بقى يا حبايبي يا ولادي تقطعوا بعض. عايزكوا اخوه احباء تنهشوا بعض. احنا هنعمل ايه يا بابا؟ هوريك يا اهبل غور. انت بتتكلم بجد يا بابا ولا بتهيس؟ في عمرك قعدت شفت ابوك بيهيس؟ يلا يا مسايد. تعمل معانا كده ليه؟ ده احنا ولادك. افتكر لنا حاجة حلوة. افتكر لكم حاجة حلوة. استنى يا ادم ما ارجع في الاجبال. شيلوا البزازات. يلا قولوا الزفت اللي بيتقال في اعياد الميلاد لا يجعلوا اخر عيد ميلاد. يلا. Happy birthday to you. Happy birthday to you. خلاص بلا مساخ، خلاص مش عايز مساخ. بلا هابي بيرث بلا زفت. يوم اسود اصلا. جبت لي ايه في عيد ميلادي يا بابا؟ جبت لك هديه تنفعك في مستقبلك. جربها في ركبتك الاول. انت يا زفت يا زكي. نعم يا سيدي. شيل التورته دي خلاص، ما حدش يدوقها. حاضر. وهات لي راكيه النار. بصوا انتوا دلوقتي خلاص كبرتوا وبلغتوا، انسوا ان انتوا عيال، لازم تبقوا ايد واحده. هات يا راكيه النار، حطها في النص. حطوا ايديكوا في النار، حطوا ايديكوا عهدون ان انتوا تبقوا ايد واحده. حط ايدك تبهبه، حط ايدك، حط ايدك. بقول لك حط ايدك، حط ايدك، حط. صرخوا صرخوا. جون سينا حبيبي. اجري غور في داهيه. يلا عايزكم بقى توروني الشطاره، والشاطر فيكم اللي هيقضي على الباقي هيبقى ليه مكافاه 200 جنيه هياخدها على 6 شهور. ابدا. اضرب يا هات، اضرب اضرب اضرب. كسر له الفقرات، كسر الفقرات. انا بحبك اخويا، بحبك اخويا. بس على رقبته، انزل على رقبته. اضرب يا هات. مفيش استسلام. اخلص. اشتغل يا ابني، اشتغل. بقول لك اتصرعاله، دمره، مش عايزه يمشي تاني. قول له سامحني يا اخويا. ايوه يا عم سامحني يا اخويا. ما تسامحوش يا
ايه رايك في ولادي؟ دول هيموتوا بعض. الستين دقيقة هيموتوا بعض، وامهم اصلا ماتت، وناوي ابدا حياتي من جديد. عندي حته كده قرتين على المريوطيه، بس ايه، بعد ما يردموا الترعه هيبقى في براح، وانت قاعده ان شاء الله في البلكونه. ما تيجي نقعد في الكافيتيريا شويه. هو انت مستر اندرتيكر؟ اندرتيكر؟ لا انا ابن خالته للامانه يعني، بس توأم، نفس الشعر ونفس البرنيطه. ايه رايك؟ تعالي نلحق الليمون في الكافيتيريا. اقتلوا بعض يا كلاب. يلا يا حلو، سيبك من الكلام الفاضي ده، ماتش ايه ونيله ايه؟ يا ابني كان بودي اذبحكم بايدي، بس حظكم حلو. اكتر شيء بيسعدني في حياتي بكاءكم. ابكوا بس خلاص، انا جامعكم النهارده عشان امر هام. انا حاسس ان ايامي قربت، واسطوره اندرتيكت خلاص هتنكسر. بصراحه انا مخبي حاجه عنكم من زمان، سر، بس لازم اتكلم فيه خلاص، مفيش وقت. لحسن اموت فجأة والسر اللي لا هيطلع وتورثوني. بابا، هو احنا كمان مش هنورثك؟ مش هتورثوني. وتورثوني ليه؟ ده انت عبال ما تقول فين الميراث بتاعي تكون الفلوس خلصت. نايل واسكت يا هبل يا ابن الهبلة. وانا جايبها كلها صح وقانوني ومية مية. انا جايب عم سيد السلموني الميكانيكي بتاعي خطه مية مية، هيكتب كل حاجة، كل حاجة قدام عينيكم. يا عم سيد، تعالى يا عم سيد. يلا عموكي سيد، اقول عايز كل حاجه اقولها لك. ميكانيكي؟ انت ناوي على ايه يا حنوتي؟ انا ناوي ان الطريقه اللي هتصرف بيها في مراسي تبقى على الملا، مش عايز اضحك على حد. هاتوه. بصفتي ان انا محدش اتدخل في حياتي، محدش ليه دعوه بيا، اقر انا الحاج الخلفاوي المشهور باندر تيكت ان انا عندي ثروه تقدر ب 80 مليون دولار مصري لا غير. بصوا التقسيمه بقى، بصوا التقسيمه. هكتب 20 مليون دولار لاخويا وحبيبي الحاج عز المنوفي بتاع الكبده اللي في شارع ايران. عز المنوفي يا ولدي؟ عز المنوفي يا حبيبي. ايه ده، انتوا لحم كتافكم من خيره. نسيت نص كبده يا عم عز، نص سجق يا عم عز، حته فلفل، ولا بتنسوا تاكلوا وتنكروا؟ الدهن اللي في جتكم ده من عمكم عز. اكتب يا عم سيد. حاضر يا استاذ. و20 مليون دولار اكتبهم لاصدقاء اللي على الفيسبوك. الفيسبوك يا بابا اندر؟ يا بابا اندر، على الفيسبوك. أنا آخر 5 سنين اللي فاتوا قضيت أحلى أيام مع جروب ظريف على الفيسبوك اسمه اللهم صل على النبي، أهرش في كوعي ومسح لي دموعي، وناس عشرتهم وعشروني، يبقى من حقهم ياخدوا من ثروتي. اكتب يا جدعان. كده كتير قوي، أنا هيغمى عليا. يلا غور في 60 ده، يلا، ريته كان من زمان. 20 مليون دولار تاني هكتبهم لشركة نادية دراي كلين اللي في شارع مصدق. بابا ايه؟ انت اكيد مش طبيعي. ما انا عارف ان انا مش طبيعي، عارف ان انا راجل فز. يا اللي بتهت هبل يا ابن الهبله، امك كانت هبله لا بتعرف تغسل ولا تكوي، وناديه درايكرين هي اللي شالتني العمر اللي فات. نايل نايل، يبقى فاضل كام؟ 20 مليون دولار يا استاذ. 20 مليون دولار الاخيره انا هكتبهم للخدامين والطباخين اللي خدموني طول عمرهم في البيت، ولا اقول لك لا بلاش، كانوا بيكرهوني، كانوا هيسموني اكتر من مره. ال20 مليون دولار حلال عليك يا ابو السيد. ربنا يكرمك يا استاذ. يلا وسع الورشه وظبط عيالك ومصيف وجمصه وجوك. انبسط. جاهزين؟ جاهزين. شعري 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 بيدق. شعري يا اولاد. بابا شعري شعري شعري. واخدني على فين؟ انت هتاكلوني بعد ما اموت ولا ايه؟ الظاهر يا ولادي ان خلاص لحظه النهايه قربت. انا عايز اقول لكم اللي اي اب بيقوله لاولاده في اخر لحظه علشان يفرحهم، انا هموت ومش راضي على ولا واحد فيكم، وباذن الله وانا راجل في شده وربنا هيقبل مني، نهايتكم أسود من بعض.
ده اسمك ايه يا قاضي؟ بطيستا يا بابا. وانت يا شيموس. شيموس دول اصحابكو؟ دول اخواتنا. بخرف يعني هموت، فهموها طالما ابتديت اخرف. بابا والدي اخيرا. بابا ما 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 خلاص بقى يا ابني، انت مزهقني في موتي وفي حياتي، الله يخرب بيتك.